السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عندنا مشكلة في اللغة العربية، تمام؟ ان انت لما بتعمل الحاجة وبعد كده بتشوفها بالانجليزي. تعال نشوف مثلا الجملة ديت، لو خدناها كده هتلاقي الحاجات اتقلبت. يعني انت عشان تقراها تم الاعتماد عند تقييم الموردين على، فالجملة مش مظبوطة خالص ومش عارف تقراها من هنا ولا من هنا، زي في زوم لما حد بيكتب حاجة الرسالة بتتلخبط. ففي ممكن حل ان انت تكتب جزء بالعربي وجزء بالانجليزي، بس ده هيعمل لك مشاكل ومش هتقدر تظبط الشغل مهما كان، تمام؟ مهما كان، لان انت لو ظبطتها هنا تيجي تصدرها للبي دي اف تحصل مشكله. طيب الحل ايه؟ الحل بسيط جدا، ان انا بعمل سيلكت على التكست دوت وبروح على تايب وادوس كنترول، لازم ادوس كنترول واقول له فيل ويز بليس هولدر تكست. بيقول لي انت عايز تشتغل بأي طريقه، بقول له بالعربي واقول له اوكي. بيبدأ يظبط ايه، تم الاعتماد على تقييم الموردين على كذا وليس فقط السعر، تمام؟ وتقدر تلغي بقى الكلام التاني اهو بالشكل ده، وتبدأ تسحب الكلام يظهر معاك هنا، تمام؟ من ضمن برضو الحاجات اللي احنا عايزين نأكد عليها ان لازم الايرور اللي هنا يبقى زيرو، لازم تدخل جواه وتبدأ تشوف مشكلة مشكلة. يعني في هنا في مشكلة ان في صور مش موجودة فلازم احلها. التكست ابدأ اشوف الاوفر تكست، بيقول لي ان في تكستين فوق بعض غالبا عشان موضوع الانجليزي والعربي، تمام؟ هنبدا نشوف هنا موضوع برضو الجي بي اس وكذا، هاخد نفس الجمله واعملها. المفروض المقاله كلها تدخل مره واحده، بمعنى ايه؟ خليني اجي مثلا على هنا، هبدا المقاله من اولها، تمام؟ عايز احط المقاله هنا في قلب المجله، تمام؟ هاجي هنا من فايل واقول له بليس، واروح مختار المقالة واقول له اوكي. بيقول لي عايز تحط المقالة من اول فين، بقول له من هنا وافضل دايس واسحب لهنا. هيبدأ يقول لي لا ده المقالة مش كاملة، لازم تدوس على علامة الزائد اللي هنا وتكملها في المقالة اللي موجودة هنا، تمام؟ يبقى كده مش هقسم الفقرة لأجزاء، لا ده المقالة كلها هتحط ورا بعض اهو، تمام؟ من هنا لهنا وهكذا لحد ما العلامة اللي هي البلس الريد ديت تختفي، تمام؟ طيب كده معناها ايه؟ معناها ان انا حطيت المقاله كلها. ممكن امسك مثلا اول واحده فيهم، ان انا عندي مشكله في الفونت، اول مشكله في الفونت، تمام؟ ممكن تيجي هنا وتختار ستايل معين مثلا النورمال مثلا، او تختار حاجه وتبدا تشوف هنا، تيجي من العلامه ديت وتقول له انا عايز اشتغل على ادوب وورد ريدي وهكذا باراجراف، فبدا يظبط لك اهو اللغه العربيه ظبطت، تمام؟ ولو ما ظبطتش هتيجي هنا وتاكد ان انت مختار فونت يقبل اللغه العربي، واقول له احنا بنشتغل هنا من بديت. انا مفضل الصراحه دي، تمام؟ ليه؟ ممكن تخلي جزء وجزء على اساس ان انا في الاخر ينتهوا مع بعض، تمام؟ طيب تبدا تشوف انهي الافضل بالنسبه لك. طيب بعد كده هبدا اعلم على الباراجراف كله، اتعلم على واحده فيهم مثلا، وتيجي على طيب وتقول له من كنترول فيل وتقول له انا عايز الارابيك اوكي، هيظبط. تيبات صناعة البناء في زمن الكوفيد 19، تمام؟ انا مش عارف مين اللي كتب المقالة دي، بس يعني كل الشكر والاحترام، تمام؟ فهتلاقي خلاص الحاجات اتظبطت. بس هو في مشكلة ساعات بيعملها الخاصية ديت، ان هو بيضيف في الاخر كلام ملوش معنى، تمام؟ فانت لازم تشوف اخر المقاله بتاعتك فين وتمسح الباقي، تمام؟ اللي هي الموضوع طيب وفيل ويز بليس هولدر تكست ديت، انا بدوس كنترول وبختار العربي، بس هو لو لقى في فراغ في الاخر بيبدا يضيف كلام ملوش معنى، لان الخاصيه دي معموله لو انا مش ما عنديش تكست وعايز اكتب اي حاجه بستخدمها على اساس ان انا اجرب او اظبط موضوع التكست ده، تمام؟ فاحنا كده ظبطنا موضوع مشكله اللغه العربي، وظبطنا موضوع الانجليزي مع العربي طريقة سهلة جدا، وظبطنا ان احنا ندخل المقالة كلها في لحظة واحدة.